أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. يستمر الحديث في هذه الدورة المباركة وفي هذه السورة العظيمة، سورة لقمان الحكيم، ولازلنا مع وفي وصايا لقمان، ولازلنا في وصاياه الأخيرة بعد أن وصى رحمه الله، وصى بالحذر كل الحذر من الشرك ومن هذا الظلم العظيم، ثم وصى بكل مظلمة كائنة ما كانت، وإن كان حبة من خردل هذه المظلمة يأتي بها الله، وإن كانت في مثل ذاك الخفاء وفي مثل تلك الجوف أو الصخرة الصماء الجوفاء يأتي بها الله. ثم بعد ذلك، بعد أن أمر وذكر بالوصايا في جانب الاعتقاد، أكد على جانب العمل فذكر أصول المعتقد، ثم جاء في أصول الأعمال فأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن ذلك من عزم الأمور، من حزمها وجزمها، وممن إذا صنع ذلك فكأنما يأخذ هذا الدين بقوة. بعد ذلك، هذا الآمر للمعروف والناهي عن المنكر يخص بهذه الوصايا، وإن كانت الوصايا للناس كلهم، والناس ينبغي أن يكون الجميع ممن يحرص على إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرص على ما في الوصايا مما يرد. فقال في وصاياه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس. والتصعير هنا يعني من الآداب في معاملة الناس، والناس عندما يشعرون بقرب الواعظ والآمر منه يكون في ذلك مدعاة لقبول قوله وبضده النفرة ممن تكبر وتجبر عليهم. ولا تصعر خدك للناس، وفي قراءة: ولا تصعر خدك للناس. والصعار هو داء يأتي الإبل، يكون سبب في التفاف رقبتها. ومصعر خده للناس لتجد أنه لا يلتفت إلى الناس إلا بصعوبة، فهو في علو وشموخ وتكبر. ولذلك قال الله عز وجل وجاء في هذه الوصية: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا يلحظ الناس في خدك، وأعز شيء في جسمك وهو الوجه أنك منصرف عنهم به.
ثم قال أيضا ولا تمشي في الأرض مرحا، لما قوم جهة الهيئة والوجه، والوجه مكان السماع والاستماع والقبول من الناس، أيضا في المشية، والمشية لها شأن عظيم، فأمر بمشية ونهى عن مشية، نهى عن مشية ولا تمشي في الأرض مرحا، وأمر بمشية واقصد في مشيك. فالله عز وجل أيضا ركز في مسألة المسير حتى لا يتضح، حتى في سيرك، لا في حال وقوفك ولا في حال مسيرك، أن فيك شيء من خصال التكبر والتجبر، فالناس يكرهون هذه الصفة في عموم الناس وخصوصا في داعيهم وآمرهم وناهيهم. امشي هونا، لا تمشي في الأرض مرحا، والمرح شدة الفرح، ولذلك في آية الإسراء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني أنك يعني إذا تعظمت في نفسك ومشيت مشية المختال المفتخر على الناس، أنت تسير على هذه الأرض ولا تستطيع بسيرك أن تخرق هذه الأرض ولا أن تبلغ الجبال، فتطامن أيها المتكبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله، تأكيد وإظهار لفظ الجلالة والتأكيد، إن الله لا يحب كل العموم، كل مختال، مختال فخور، مختال طبعا، وأقرب اختيال يكون في وقوفه حال تصعيره لخده أو في مسيره، بل في نفسه، كل مختال في نفسه، لا يحب كل مختال، مختال قلنا في نفسه، فخور كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله قال فخور بقوله، فبعض الناس يفعل هذه الأفاعيل ليجد أو يوجد لنفسه شيء من العظمة ولفت الأنظار، فإذا أيضا شعر أن الناس لم يشعروا أو بجهله أيضا أراد أن يزيد الطين بلة افتخر بلسانه، يعني بهيئته وكذلك بمنطقه. ولذلك ينبغي للداعي طالب العلم أن لا يتطاول ولا يتعالى على الناس بحجة تعليمهم أو توجيههم أو أن له مقام في ذلك، فهذا كله غير صحيح. ثم عادت الآية وعادت المواعظ مع المشية، فقال هناك لا تمشي وهنا واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هذه آداب أيضا، الخفة الزائدة في المشي، وكذلك كما قال الله عز وجل يمشون في الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون بهون، فالمشية قصد لا عجلة ولا أيضا تماوت في هذه المشية، واقصد واغضض من صوتك، والغض من الصوت، الصوت له نبرات وطاقة، يستطيع الإنسان أن يرفع صوته، والصوت خلقه الله عز وجل، يستطيع الإنسان بصوته أن يوصل هذا الصوت للقريب وأن يوصله للبعيد، فهذا الارتفاع في الصوت وهذه القوة في الصوت إنما لم يعطينا الله عز وجل هذه القدرة لنستخدمها في كل حال في رفعها، فالضابط في ذلك الغض من الصوت. ولعل أيضا في الغض من الصوت، لأن الغض عادة الغض يكون في العين، في وصف أهل يغضون، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضنا، فالغض الأصل في العين، فإذا جاء معه الصوت يكون خفض صوت وانكسار عين، مثل ما جاء في سورة الحجرات، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن غض الصوت هذا أدب، وأيها الأحبة ينبغي لنا عامة ولأهل الخير وطلاب العلم والآمرين بالمعروف خاصة أن يلحظوا هذا الملحظ في مسألة رفع الصوت، لا يكونوا كعامة الناس وكأعراب الناس في جهلهم في رفع صوتهم وعدم حسبانهم لهذا الصوت. فلو كان الصوت الرفيع يورث مهابة أو قوة لكانت الحمير، قال الله عز وجل ولذلك ذكر الحمار صوته مرتفع، قال إن أنكر الأصوات ما هي منقبة، ليس رفع الصوت، ها بعض الأحيان يكون رفع الصوت دلالة على ضعف الحجة. ولذلك لا تسمعوا لهذا القرآن إيش والغوا فيه صياح، ما عندهم حجة. أما صاحب الحجة فهو يكون متطامن الصوت غاض الصوت. وأيضا ما أجمل أن أدب أن يجتمع مع غض الصوت خاصة مع الأكبر، سواء كان الكبير ذا هيئة أو كان الكبير شيبة أو أبا أو أما، أن يكون معه خفض صوت مع انكسار عين. وكما قلت قبل في اللقاء السابق في قوله سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما، قال بعض أهل العلم نادهم مناداة كريمة، ومن المنادات إذا تناديهم ها أن تناديهم بأحب الأسماء، وكذلك لا ترفع الصوت ولا تنظر تحد النظر إليهم مع الحديث معهم، بل تتحدث معه وخاصة الوالد والوالدة وأنت متطامن تنظر وكأنك مستحي من هذا الكلام مع خفض صوت خفض عين. إذن الغض هو نقص قوة استعمال الشيء. كان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت إن الذين يغضون أصواتهم، كان بعض الصحابة أقسم على نفسه ألا يتحدث مع الرسول إلا كأخذ السرار. أبو بكر يقول والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية والله لا أكلمك ولا أناديك إلا كأخي السرار أو كأخي السرائر، يعني مسارة. وكان عمر لا عاد يرفع صوته حتى يستفهم الرسول نعم ماذا تقول، من شدة خفض صوتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذه الوصايا من هذا الحكيم، لازلنا أيضا في سورة الحكمة، ولازلنا مع وقبل ذلك الحقيقة أيضا أحب لعلي لا أنسى، بالنسبة ذكر كثير مفسرين عن هذا الحكيم أن رجلا قال لقمان أنت لقمان عبد بني الجساس، قال نعم، قال أسود، قال كما تراني، فقال له بما ست الناس، بما وطأ الناس عقبك، لماذا الناس تجمعوا عليك سألوك صاروا حولك، قال رحمه الله قال بغض بصري وكف لساني وعفة طعمتي وقولي بصدق وتركي ما لا يعنيني، قولي بصدق وتركي ما لا يعنيني، وتركي ما لا يعنيني. هذه مهمة يا إخوان، إن كثير من الناس قد تكون حاله أنه حديثه دائما فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. إذن هنا أيضا قبل ختمها أيضا ذكر كثير مفسرين ذكروا حكما، بل منهم من ألف أو جعل كتابا مفردا فيما روي من حكم لقمان عليه السلام. بعض الحكم قالوا أنه يقول من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ، الذي يجد من نفسه يجعل هذا الواعظ يكون له من الله حافظ. ويقول أيضا موعظة جميلة من أنصف من نفسه، ها من أنصف من نفسه زاده الله عزا. في كثير من الأحيان ما ننصف من أنفسنا، نظلم الناس بأننا نطفف مع الناس في المكيال فلا ننصف، فمن أنصف من نفسه زاده الله عزا. وكان يقول ضرب الولد مثل السماد للشجر، يعني قليل
يؤثر ويجعل الولد أكثر نضجاً. ويقول أيضاً: إياك والدين، إياك والدين، فإنه ذل بالنهار وهم بالليل. الدين ذل بالنهار وهم بالليل. ويقول: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تشاور في أمرك في أمرك إلا عالم. ننتهي من هذا وننتقل بعد ذلك ونحن في سورة الحكمة والحكم إلى ما جاء بعد ذلك من حكم في هذه السورة، ومنها وفي وجهها الثالث هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. ولاحظوا هنا ألم ترى، وألم ترى تورث النظر، وألم ترى وردت في القرآن وألم تروا، نعم ألم تروا أقصد، ألم تروا وردت في القرآن وألم ترى، فقال ألم تروا، وألم تروا وردت في القرآن في موضعين، هنا وفي سورة أخرى، وألم ترى كثير وردت 30 مرة. لكن أيضا هنا لأن السورة يعني كأن ورد في هذه السورة، ولاحظوا لو تدققتم في السورة وتتابعتم معكم المصحف ونظرتم لوجدتم أنها 3 مرات ألم تروا، مرة ومرتين ألم ترى، مع أن في القرآن 30 موضع، يعني 10% مما ورد في ألم ترى جاءت في هذه السورة القصيرة، مما يدل على أنها سورة أمر بالنظر. وحتى في ألم تروا أو ألم ترى كان فيه دقة في النظر، يعني في خلق السماوات وش قلنا هناك؟ بغير عمد، ألم ترى؟ ها؟ في خلق السماوات بدون عمد، بدون عمد، يعني مع أن خلق السماوات جاء في كثير من الآيات لكن مطلق، لكن هنا سر لأنها سورة الحكمة، تأمل في حكمتها. وهنا أيضا يأمر بالتأمل للجميع أن ينظروا في تسخير الله عز وجل لنا لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا التسخير ليس فقط ما في السماوات وما في الأرض، بل والنعم، ليست النعم العادية بل المسبغة، والنعم المسبغة أي السابغة التامة الوفية، وليست ظاهرة فقط بل نعم ظاهرة وباطنة، كلها تحتاج إلى تأمل. يعني الباطنة تحتاج إلى تأمل وحكيم ينظر، والظاهرة قد يغفل عنها لكن الحكيم لا يغفل، الإنسان اللي عنده حكمة يتأمل. ولذلك قال الله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس. إذن عرفنا ألم تروا لأن مسألة الرؤية والنظر والقلب أيضا. وانتبه في القرآن: ألم تروا بدون إلا في القرآن نظر قلبي، وإذا جاءت إلى نظر بصري، انتبهوا أيضا لهذه المسألة. نعم، إذن عرفنا في سورة لقمان جاء 3 مرات من 30 10% من مسائل الرؤية لأنها سورة الحكمة. ولذلك مثلا تجدون مثلا في سورة في بعض السور الطوال مثلا في البقرة في آل عمران ورد مرة واحدة هذا، أو في مريم مرة واحدة، في الأعراف والأنعام لم يرد ولا مرة. يعني كل سورة لها هدف تعالجه وتتحدث عنه. وهذا مما يؤيد ما سبقا ذكرته لكم أن هذه السورة هي سورة الحكمة وسورة النظر والتأمل. ألم قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله، تأكيد هنا وإظهار لفظ الجلالة أن الله سخر لكم، ودلالة لكم فيها زيادة للمنة لكم، سخر لكم، والتسخير هو التيسير بقهر، يعني سماوات أكبر منا، جبال، أرض، ها، سخرت بفضل الله عز وجل لنا. والعجيب أن حتى آيات التسخير يا إخوان في القرآن، ها، جاءت في 5 آيات، ونجد أنها هذه من أشدها أمرا بالنظر في هذا التسخير وفي هذه النعم الظاهرة والباطنة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض،
سبق أن أشرت، لكن أؤكد في مسألة وعيد مرة أخرى، مسألة تأمل القرآن بالقرآن ونظر والنظر في تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات، يعني يورث عندنا كثير من الطمأنينة ونشعر ببركة القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: وتسجد العقول والألباب لهذا النظم ولهذا العجب في القرآن بتناسق آياته. وذكر الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جاءت ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات جاءت ما في السماوات في 38 مرة، وخلق السماوات بدون ما في أيضا في 35 مرة، والملك جاء في 21 مرة. أنا أقول الكلام لأني أريد أنكم تتأملون في فروق الآيات وجمعها، وهذه تراها موضع بحوث، سواء بحث شخصي أو بحث حتى علمي، تحتاج مثل هذه المسائل لبحثها ما سر كذلك وما سر، ويجد الإنسان فيها العديد والكثير من الجمال. ولذلك كما في حديث الترمذي: هذا القرآن لا تنقضي عجائبه يا أخوان، ما يمكن، لا يشبع منه العلماء ولا طلاب العلم، ولا يخلق على كثرة الترديد، تجد عجائب وغرائب في تأمل هذا الكتاب. قال سبحانه وتعالى هنا: أسبغ، والإسباغ كما قلت الإكثار، سابغا وافيا. أسبغ عليكم، طبعا هنا قال في أول الآية: سخر لكم، وفي ثناياها. طيب ليش هنا لكم وهنا عليكم؟ لكم أنتم وعليكم كأنها أغرقتكم، يعني انظروا. وأسبغ عليكم، ودي دائما المصحف يكون معكم، وأسبغ أو المصورة التي معكم حتى تنظروا في الآية. وأسبغ عليكم، إذن هنا نعمه، والمراد بالنعمة التي يقصد فاعلها الإحسان للغير. الظاهرة قلنا أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة بعضكم يقول إن يعني لا، مشكلة الظاهرة بعض الأحيان. الآن لو قلت لك تأمل في نعمة الله عز وجل عليك في السمع، تنساها لأنك دائما هي معك، تغافل عنها البصر. والباطنة هذه تحتاج الحكيم، تحتاج يتأمل الإنسان. ولذلك كل واحد منا إذا لا سمح الله ذهب إلى المستشفى وقالوا له عندك مشكلة في القلب يضطرب. طيب والنعمة ما كنت تستشعرها بأنها باطنة. فأيضا الحكيم والعاقل هو الذي لا يغفل عن الظاهر ويتأمل في الباطن، لا يغفل عن الظاهر ويتأمل مليا في الباطن كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه النعم، ويمكن فيها شيء باطن تعرفها وفيها أبطن منها لا يعرفها إلا خواص الناس، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ولذلك قال بعض السلف: كيف أنت؟ قال: أغرق في نعمة الله، مو بس في نعمة الله بل أغرق في نعمة الله عز وجل. ينبغي الإنسان أن يكثر. وقلنا إن الشكر هو أساس الحكمة، وترى اللي يشكر يطمئن نفسه ويصفو ذهنه ويرتاح، وما ولا يشكر إلا نفسه. طيب هنا لا، تأملوا في الآية: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. هذا ولا الحكماء، هذا يعني يلفت النظر للحكماء. في ناس عكسهم، عكس الحكماء، قال الله عز وجل عنهم مثل ما قال في أول الصورة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال هنا أيضا: ومن الناس، قلنا من الناس في الذم أكثر شيء. ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في الله. طيب العادة الجادل يكون عنده شيء علم شوي، انظروا ما الذي عنده يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، لا علم سابق ولا أحد يهتدي به ولا كتاب بين يديه، ومع ذلك يجادل. هذا منتهى الجهل، هذا عكس تماما الحكيم. يعني لو يجادل وعنده شوي علم لكن هذا منتهى الجهل والتمثيل من هذا. طيب وإذا قيل له، وإذا قيل لهم اتبعوا، لاحظ اتبعوا ما أنزل الله. إذن هنا قبل: ومع كل هذا من الناس من يجادل. وهنا
قال الله عز وجل هذه المراتب الجهل، إنه ليس عنده اجتهاد ولا علم ولا كتاب من منير. ولذلك ينبغي انتبهوا أننا قد نواجه هذا الصنف من المجادلين، وهذا ولا في الغالب البعداء عن الحكمة لا يطيل الإنسان الجدل معهم، لأنهم قد لا يكون لا ينفع في جدالهم. لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول لو خاصمت عالما لخصمته، ولو خاصمت جاهلا خصمني. الجاهل يقول لك وين، تقول له قال وين، ما يعرف. تقول له الحديث هذا في البخاري، يقول له وين كان في البخاري، ما يفهم، ما يدري صحيح البخاري، ما يفهم، ما يعرف هذه الأشياء. ولذلك يترك في الناس فعلا من الناس من هو في غاية الجهل. نعم، هنا قال الله عز وجل في وصفه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال في وصفه، أنا أجد الوقت يعني لا يسعفنا لقالوا كل شيء، لكن قد نستعجل قليلا في بعض الأمور. هذا يعطي صورة أنه رغم وجود الحكمة، يعني الله سبحانه وتعالى بين آيات الحكمة وآيات النظر وآيات التأمل، ومع ذلك يوجد في الناس من هو بمثل هذه المثابة. هذا إذن يعطينا أن المؤمن لا يشك فيما عنده. مشكلة بعض الأحيان أهل الصلاح والخير إذا وجد من يجادل قد يجعل هذا الجدل يفتر، فلا يفتر. هناك من سيجادل، هناك جهال من سيجادلون، ولذلك الإنسان الحكيم ينطلق في طريقه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بأولئك الذين قالوا لماذا تفعلون كذا. قال وجدنا آباءنا أو ألفنا آباءنا. والألف والوجد هو طريقهم، وليس لهم طريق، لا كتاب ولا هدى ولا شيء من أثارة من علم. هنا أيضا ننتقل بعد ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه. هذا في غاية الحكمة، هذا الحكيم كل الحكمة، وهو المسلم وجهه بس إلى الله. وحتى هنا إلى في الآية الأخرى لام، هنا كأنه متاع، كأنه أسلم كليته إلى الله، لأن في صورة الحكمة فهو مسلم بكله. ادخله في السلم كافة، ما هو مسلم في الأشياء اللي تكون على مزاجه والأشياء اللي من مزاجه، لا، هو مسلم مستسلم لله عز وجل، وهو محسن. ما معنى الإحسان؟ يعني أحسن في قضية فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. إذن العمل الصالح هو الإحسان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن. وش الأحسن؟ الأخلص والأصوب. فهنا جاءت الأخلص والإحسان في الأصوب. هل هناك حسن أو أحسن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومما شرع الله وجاء على لسان النبي؟ فإذا متبعي السنة والمقتدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة، وكلما كان الإنسان أكثر اقتداءً واتباعاً للنبي كلما كان أكثر إحسان مع إخلاصه. يتبع مخلص، ما هو يتبع رياء. إذا كان مخلصاً ومتبعاً فهو من المحسنين. ومن يسلم هذا الحكيم لوجهه. وقلنا إلى هنا لأن السر سياق الآية يختلف، وهو محسن فقد ماذا؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك. ليس أيضا فقد استمسك، ليس مسك فقط بل استمسك، شدة التمسك. من سارها على هذا الطريق فكأنه وجد الحلقة وأمسكها بقوة، استمسك ليس مسك. بالعروة، وفي آية في الآية الأخرى الكرسي العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة. في الآية الأخرى لا انفصام لها، هنا العروة. وهذه العروة من أمسك بها لا انفصام لها ولا انقطاع. فينبغي
أن نتذكر مثل هذا حال هذا الحكيم الذي أمسك واستمسك ثم قال الله سبحانه وتعالى وإلى الله عاقبة الأمور. بعد ذلك أيضا من الحكمة يا أخوان، ومن كفر فلا يحزنك كفره، من كفر فلا يحزنك كفره، لأن في بعض الأحيان قد يكون بعض الدعاة يصاب بشيء من الحزن فيوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه عليه الصلاة والسلام حزن، فقال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك، وقال أيضا إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن لا يحزنك هذا الكفر، ومن الحكمة أنك تبلغ البلاغ المبين والهداية بيد الله عز وجل. هذه أيضا حكمة في باب بعد التبليغ هناك حكمة أيضا، أن تبلغ لكن من الحكمة أن لا تحزن، يبقى أن الهداية هي من الله وإلى الله. إذن ومن كفر فلا يحزنك كفره، وأيضا قال ومن كفر يعني كل أحد كائنا ما كان سواء كان قريبا أو بعيدا فلا يحزنك كفره. قال كفره، أضاف الكفر له، كان يعني الكفر ما منك، ما هو من صدق، فلماذا تحزن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الحزن، قال الله في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن لا تهلك نفسك، لأن الحزن الشديد يقعد عن العمل. بعض الناس الصالحين الطيبين طلاب العلم الآن ابتعدوا عن الساحة بسبب التشاؤم، بسبب الحزن الشديد، وأن الناس لا خير فيهم، قال هلك الناس، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم كما قال عليه الصلاة والسلام، هو أهلكهم أو هو أهلك نفسك كذلك، أو هو أهلكهم لأنه هو الذي وصف الناس أنهم أهلكوا. لا، الناس فيهم خير، وينبغي الإنسان أن لا يحزن، سيجد من يؤمن وسيجد من يكفر. وجاء لا يحزن، جاء الحزن في 8 آيات، وذكرت لكم حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحزنك كفره والحزن مقعد. قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحزنك كفره، ثم قال إلينا مرجعهم، يعني أنت عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم أخبر الله عز وجل أنهم يمتعون، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، نمتعهم. والعجيب في القرآن أيضا استطراد، كل ما جاء التمتيع مع القلة في تهديد، المتاع بالقلة في الغالب أنه تهديد، وأي تمتيع وكل متعة في الدنيا كائنة فكيف إذا وصفت بالقلة؟ كل متعة مقارنة بما يجده أهل الإيمان في الآخرة، ومقارنة بما يجده أهل الإيمان في الآخرة، ومقارنة بقلة الدنيا للآخرة لا شيء. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوم، ولما رأوا يوم القيامة طوله قال لا يعني مو بيوم أو بعض يوم، وكأنهم شكوا، قال فاسأل العادين عشية أو ضحاها، ما عاد يعني يوم القيامة 50,000 سنة. إذن كيف تقارن الحياة هذه اللي هي 20-60 بين 60 و70؟ لا، ليست شيء أمام 50,000. ولذلك مع 50 فيها هوال، والخمسين تصير كأنها أطول. فإذا قال الله عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب، وليس أي عذاب ما الغليظ. ثم عادت الآيات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وهذا أيضا سؤال فيه تذكير لهم، تكرار مثل هذه الآية في سؤال الكافرين، وأكثر ما ورد السؤال عنه أكثر، ولئن سألتهم تجدوا في القرآن ليقولون الله أكثر، طبعا وردت في خلق السماوات والأرض، وأيضا هم سيجيبون بأن الله الذي خلقها
فتحمد الله عز وجل. إذن الحمد لله على وضوح ذلك، والحمد لله الحقيقي ينبغي أن يكون إذا كنتم تحمدون الله، إذا كنتم تقولون أن هذا هو من الله، فينبغي أن يكون عبادتكم لله سبحانه وتعالى. ختمت الآية أيضاً بقوله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الله خلق السماوات والأرض: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون يعترفون بخلقها أن الله الذي خلقها، قل الحمد لله. هنا ذكر الله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا أقف أيضاً وقفة يا إخوان، أكثرهم يفيدنا هذا أن أكثرهم في القرآن وأكثر الناس، يعني لو أردت أن تحصي أكثر الناس في القرآن وأكثرهم مادة واحدة، لكن لا تخلطون بينه وبين كثير، كثير غير أكثر. أكثر في القرآن وأكثرهم جاءت في 61 موضع، أكثرهم، ولا تخلطون مع كثير، كثير غير داخل معنا حتى لا تقولون الكلام غير صحيح، عذرا، جاءت في 63 موضع. أكثر من 26 موضع، طبعا خل أعطيكم حتى أطمئن، هل أكثرهم لا يعقلون، لا يعلمون، لا يرجعون، لا يؤمنون، لا يهتدون، لا يتقون، لا يتضرعون؟ ورد كثير، لكن أيهم أكثر؟ لا يعلمون، لا يعلمون، يكاد النصف. وتجي بعدها بقية: لا يشكرون، لا يؤمنون، لا يتضرعون. هذا يدلكم على أن علة الجهل هي المصيبة، والله عز وجل هو الذي يخبرنا أن الكثرة الكاثرة، وهذا مسؤولية طلاب العلم أنهم لا بد أن يعلموا الناس حتى يعلم الناس، ونستطيع بهذا أن ننتهي من مشكلة أكثر الناس هذه، أو ننتهي على الأقل من ثلث هذه المشكلة كما قلت لكم، والآيات ترشد. ولذلك هذا أيضا يعطينا عطف وعذر لأولئك الجهال. نعم، يعني ما تصور بعض الأحيان نضعهم في غيري، وذلك قلت هذا يحمل طالب العلم مسؤولية البيان والإيضاح، لأن أصل كل بلاء الجهل وعدم العلم، عدم العلم. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات وما في الأرض، أترك بعض الفوائد الجانبية لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذه الآية تدلنا على سعة علم الله عز وجل وحكمته، فهو سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات والأرض. قلت لكم ما في السماوات، وآيات تأتي أخرى لله ما في السماوات وما في الأرض، وآيات العجيب يا أخوان، إذا جاءت الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض ما يأتي بينهما، ما تأتي بينهما، تأتي عندما يكون ما فيه، ولا تأتي مع من السماوات. ولله ما في السماوات هذه لغير العاقل، وإذا جاء للعاقل لله من في السماوات، انتبهوا لهذه المسألة. وإذا جاء ما في السماوات ما يجي بينهما. نعم، طيب، قال الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني. ثم بعد ذلك جاءت الآية، ولعلي آية بيان سعة حكمة الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وهذه سعة كلمات الله وسعة حكمة الله عز وجل. إذا كانت بهذه السعة وهذا القرآن بين أيدينا، ولماذا نبحث عن الحكمة والحكماء من غير هذا الكتاب؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعدها سبعة أبحر، كما قال الله عز وجل في سورة أيضا الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وختمت: ما نفدت كلمات الله التأكيد إن الله عزيز، نفس القاعدة اللي ذكرتها لكم، عزيز ما دام بها السعة، لما العقوبة؟ حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لا فرق بينكم
وبين غيركم إلا كنفس واحدة. لعلنا نكتفي بهذا ونتابع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.